مشاهدينا، وبشأن أزمة القطاع التربوي والتجاهل الحكومي لها مع اقتراب دخول الطلاب إلى المدارس، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصلاب. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا جزيلا، حياكم الله دكتور. رغم مليارات الدولارات من النفط، العملية التربوية اليوم تواجه مشكلات وتحديات تعجز عن حلها وزارة التربية. ما السبب وراء تكرار هذه الأزمة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على استضافتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. شكرا. الحقيقة هناك أسباب كثيرة لهذه الأزمة في قطاع التربية خصوصا والتعليم طبعا كمخرجات للتربية، أهمها هي نقص المدارس الحقيقة، البنايات اللي هي الآن يعني حسب إحصائية وزارة التربية بحاجة إلى 20,000 مدرسة، لكون عدد الطلبة أو التلاميذ الذين يدخلون المدرسة أو المدارس ورياض الأطفال وغيرها في تزايد، لأنه النمو السكاني أيضا في العراق عالي، يعني 3% عدد السكان كان يعني في 2003 حدود 25 مليون، الآن احنا جاوزنا 41 مليون. هذه المواليد الجديدة من منذ 20 عام لغاية الآن تحتاج إلى مزيد من المباني، تحتاج إلى مزيد من الكادر التعليمي التربوي إداريا ومن المعلمين. هناك نقص أيضا في هذا القطاع. أكثر من هذا هو الحقيقة، يعني كل أسباب هذا التأخر والتخلف عن سداد الحاجة أو توفير حاجة التربية هو قضية الفساد والمحاصصة، يعني لا يوجد الآن كادر تعليمي يقود التربية والتعليم الحقيقة بمكانه، يعني لا يوجد الشخص المناسب في المكان المناسب، لأنه مثل ما قلنا محاصصة وتوزيع مناصب، زائد الفساد نفس المستشري، يعني في قضايا مثلا مشاريع البناء، بناء المدارس الحقيقة يأخذ كثير من الموازنة رغم أنه الموازنة هي قليلة في الحقيقة، يعني لا يعني تتطور مع تطور الحاجة الملموسة، على عكس من الدول، كل دول العالم خصوصا الدول المتقدم يعني يخصصون الكثير من موازنة الدولة لقطاعي التربية والتعليم وحتى الثقافة والقضاء. لذلك احنا الحقيقة اكو مشكلة كبيرة ليس فقط في هذا الملف، الملف المهم الأساسي هي يعني القوى البشرية اللي ممكن ان تتطور، هذه الحقيقة لا تعير لها اهتمام الحكومات يعني المتتالية، بل بالعكس الآن نشوف أنه الميليشيات مسيطرة، الفساد الآن مستشري، سرقة الأموال أيضا بالمليارات واضح، حتى في مباني المدارس يعني تعقد اتفاقات وصفقات ولا ينفذ شيء منها، يعني في الهواء مثل ما يقال، وطلاب ربما يجلسون على الأرض وهناك مدارس طينية. لكن دعنا نتفق على أمر معين، أن أسعار النفط هذا العام ازدادت بشكل كبير يفوق الأسعار التي كانت منذ سنوات. لماذا تستمر الأزمة اليوم في وزارة التربية بالتحديد والحديث عنها، والموضوع يخص العام الدراسي الجديد، رغم توفر المواد اللازمة في ظل أزمة عدم توفر الكتب؟ يعني اليوم حقق العراق ميزانية ضخمة من بيع النفط في الأشهر الأخيرة، ولكن لا يوجد مخصصات لطباعة الكتب. هو المشكلة أيضا في التخصيصات، يعني احنا لما قلنا هو لا توجد موازنة في هذا العام، وحتى العام الماضي كانت الموازنة متأخرة، يعني ولا توجد أصلا يعني حسابات ختامية، يعني أو مثل ما يقولون رصد للتخصيصات للوزارات وللمؤسسات الدولة. المعضلة الأكبر هي أنه الآن في هذه الفترة خصوصا، يعني منذ نهاية العام الماضي ولغاية الآن، احنا الآن في الشهر التاسع، غياب الموازنة الحقيقة رغم أنه وجود أموال، الآن فائض من الأموال، اليوم الخزانة الأمريكية تقول عندنا 85 مليار دولار في احتياط العراق يعني من الواردات النفط، طبعا وموجود أيضا عندهم قانون ما يسموه قانون الأمن الغذائي، وطبعا هذا المفروض ينفذ، يعني شئنا ما بين الآن أنه حاجة التلاميذ لا تنتظر الحلول هذه، أن تقر الموازنة تشكل الحكومة، لا تشكيل حكومة، لا انتخاب رئيس جمهورية، ولا الأمور بالعملية السياسية البائسة هذه
تسير في خدمة الشعب العراقي والبلد. لذلك أنا أقول يعني كل المنظومة السياسية الفاسدة أثرت تأثير كبير، زاد الظروف أيضا المحيطة، يعني هناك ظروف نسميها موضوعية وظروف ذاتية، هذه كلها اجتمعت بطريقة سلبية حقيقة دمرت التربية والتعليم. الآن التربية والتعليم في العراق في تراجع مستمر، يعني بعد ما كان التعليم والتربية في العراق بالسبعينات من القرن الماضي هو اللي يتقدم على كل نظيراته في الدول المحيطة والدول العربية والدول النامية، لكن للأسف الشديد يعني الحروب والحصار زائد العوامل الخارجية، احنا لا ننسى يعني هناك مخطط تدميري لا يمكن إنكاره، أمريكا، بريطانيا، إسرائيل، إيران تعمدت في قضية غزو العراق واحتلاله إلى تدمير أسس التربية والتعليم، القضاء اللي هي أساس في نهضة كل مجتمع. تمام، ولكن اليوم تم إقلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتخصيص جزء منه لوزارة التربية، لماذا يعاني قطاع التعليم مع اقتراب العام الدراسي مع وجود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ هناك منافسة، احنا لا ننسى يعني رغم وجود مطابع حكومية ومطابع أهلية في العراق إلا أنه الصفقات اللي تعقد الآن مع بيروت، مع إيران، مع دول أخرى يعني بها أرباح وبها كوميشنات الحقيقة أطراف بهذه المؤسسة أو تلك، يعني ترتئي أنه تكون الصفقات مع الخارج وتكلف أكثر طبعا أضعاف مضاعف، وهذا هو الحقيقة واحد من أشكال الابتزاز والسرقة، سرقة الأموال أو تبييض العملة أيضا، يعني أو الحقيقة نسميها إحنا تهريب العملة، يعني في مزاد وهمي أحيانا، لكنه هذا المستفيد. مافيات الفساد المهيمنة على القطاع الاقتصادي وعلى القطاع المصرفي تتعامل بهذه الطريقة، يعني المضرة بالاقتصاد الوطني وبقطاعات المختلفة، التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات الدولة. لذلك نشوف الانهيار الحقيقة اللي مستمر ببلدنا نتيجة هذا الفساد، نتيجة هيمنة الميليشيات والمافيات الفساد والأحزاب، وأيضا طبعا علاقتهم بإيران، علاقتهم بدول تابعة لإيران الآن يعني استفيد منها ميليشيات أيضا في منطقتنا. هذا الحقيقة يعني شيء يرثى له، لأنه المتضرر الوحيد هو البنى التحتية، القطاع التربية والتعليم الحقيقة سيعاني لفترة طويلة، خصوصا وأن هناك إحصائيات أنه عدد الطلبة خلال السنوات القادمة إذا زاد نسبة يعني نفوس العراق إلى 50 مليون سوف يصعد إلى أكثر من 16 مليون، وإحنا الآن يعني نعاني من بهذا العدد، نعاني الكثير من العجز. طيب، في هنا أيضا نقابة المعلمين يعني تقول أن الطلبة سيعتمدون على الكتب المسترجعة من الطلبة في العام الماضي، هل ستكون كافية الأعداد للكتب للطلبة وهل ستكون صالحة للاستخدام؟ لا، هو في الحقيقة غير كافية، هذه واحدة، لأنه من تجربة السنوات الماضية والمشاهد المؤلمة اللي نشوفها أنه الطالب أحيانا يحصل على جزء من الكتاب، يحصل على فصل أو رزمة واحدة، ويعانون الأهالي، يعني طبعا هذا يؤثر على المستوى التعليمي التربوي، لأنه إذا نقص المنهج، نقصت الكتب، فكيف الطالب يواصل؟ هاي واحدة. من ناحية نفسية أيضا مؤثرة، لأنه العالم دا يتجه الآن ليس بتوفير الكتب الأنيقة والكتب الكاملة والطباعة الحديثة، لكنه حتى الآن يعني هذه تركيا أمامنا قريبة ودول الخليج، الدول العربية الأخرى يعني توفر حتى الحاسوب، يعني الكمبيوترات الصغيرة تجاوز مسألة الكتب. تمام، صح. نشكركم الشكر الجزيل، نعتذر لضيق الوقت، الكاتب الباحث السياسي والأكاديمي العراقي السيد الدكتور حامد الصلاف، شكرا جزيلا لك.